دقت الساعة دقت الساعة دقت الساعة وحال الموعد ونادى المنادي الحماس ترند والروس تخلي تنخه وزمه احتمى جو التنافس عقب كان الجو هادي والعزاء ترتفع في كل صاب وكل يما دقت الساعة وحان الموعد ونادى المنادي الحماس ترند والروس تخلي تنخى وزمة احتمى جو التنافس عقب كان الجو هادي والعزاء ترتفع في كل صاب وكل يما الليالي تكشف الابيض واسود والرمادي الله يبيض وجه سود الليالي المدلع والحمايا بالنشامة شي ياتي لا إرادي والسحولة تبنى في وقت المهمة الملامة يا سلايا العرس مروي الشباري والهنادي الكفولة من زهام تشوش وطوح معامة يا سلايا العرس ما في مسيح موقف حيادي الرشيد ما يحايد في المواقف المهمة يا هلا الوقفات والرايات في روس المبادي شدوا الهمة ما دام ان الوضع يحتاج همة يا سعاد جمهورك اكثر من جماهي للنوادي كل منهم وده يوقف معك وقت المهمة يا سعاد خلك على اجدادك وقول هذا شدادي من يحاول يستفزك لا تلد العين ياما اصنع امجادك بصمت الواثق وروح المفادي ولا تسمع كلمة اللي يخطي العلم من يذم الطيب اللي يستحق المدح غادي من يذم الطيب الا واحد ما فيه ذمه ما يذم الطيب الا واحد ما فيه ذمه نوض نخ واحتزم يا خود ليل الثنادي ما انت حزم فيها للعفا جلو همه وذمه مجلس الامه يبل حومه نخ وقيادي ما يجي في مجلس الامه يحس في مجلس امه ما يجي في مجلس الله يا حزب مجلس امه وحاضرة النايب سعد خنفور ما هو شخص سعد لا حضر في مجلس الامه يمثل راي الامه سمعته بين النشمة عوده وعنبر وكدي الحمية والسطر والمجلة تجري بدمه مزبنا لمن سوادي فزمن حديها حدي لا نصه اللي ثقل فجيات الدم له بصمه وله موقف ريادي يحذف المليون ويقول ازهر الناقص بتمه ما يهمه يخسر ويتزوض على اقتصادي المهم انه ما يخسر سمعته وعياله عمه من كثر ما هو بقمه فسله مو في المبادي صرت اشك طينته ما خوذته من راس قمه لو فعول الطيب نتزيد في طول شرع للعرب حضر وبوادي والقهاوي والمباخر تدرج في كل يمة كان ريح العود الأزرق قدمدي ولا ينادي لو يوم الظلي عليها أعراض كارونا يشمه لو يوم الظلي عليها أعراض كارونا يشمه نقت الساعة وحان الموعد ونادى المنادي الحماس ترند والرقص تخلي تنخى وزن احتمى جو التنافس عقب كان الجو هادي والعزاوي ترتفع في كل صاب وكل يما الليالي تكشف الابيض والاسود والرمادي